DTI هي مبادرة تطوعية أطلقها مجموعة من المتخصصين والعاملين بقطاعات علوم الأرض المختلفة، وذلك لسد الفجوة الحاصلة لدى الطلاب بين التحصيل الأكاديمي وتطبيقات سوق العمل. ففي خلال أعوام قليلة مضت، تمكنت المبادرة من زيارة معظم جامعات الجمهورية وتدريب مئات الطلاب في أقسام الجيولوجيا المختلفة، والتي انعكست آثارها في ردود الأفعال الإيجابية سواء من أساتذة الجامعات التي زارتها المبادرة أو الطلاب الذين تلقوا التدريب فيها. ويحاول القائمين على المبادرة من تطويرها حتى تصل نتائجها لأكبر عدد ممكن من الطلاب بجودة وكفاءة عاليتين. وإيمانا من المبادرة بأهمية الوسائل التعليمية الأخرى، فقد شرعت مؤخرا في إطلاق قناة لها على منصة اليوتيوب لتصل بذلك إلى أكبر قدر ممكن من الطلاب والمهتمين بعلوم الأرض بأيسر الطرق الممكنة. لكي يصلكم كل جديد، تابعوا قناتنا على اليوتيوب وذلك بضغط زر السبسكرايب، ويروق لنا أن نعرف انطباعاتكم على المحتوى المعروض وذلك بضغط زر لايك أو ديسلايك، وتفاعلكم في التعليقات ومشاركة المحتويات على وسائل التواصل الاجتماعي حتى تعم الفائدة. شكرا لكم.